طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويمكن النهارده قبل شروق الشمس تم رصد اقتران القمر بالنجم الأحمر باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في مشهد مرئي بالعين المجردة. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا فندم، ويا ريت لو تقولين أهم ما تم رصده عند اقتران القمر بالنجم الأحمر. اولا صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر كلها. النهارده الصبح كان في رصد لاقتران القمر والنجم الاحمر، ده احد نجوم برج العقرب ومن النجوم المتميزه لان حجمه او كتلته اكبر من الشمس ب 10 اضعاف، لكن بيبعد عننا حوالي 600 سنه ضوئيه عن الارض. اللي تم النهارده كان رصد اقترانه مع القمر، وكانت ظاهره جميله والحمد لله، يعني الصبحيه ما كانش فيه غيوم ولا سحب، فكانت عمليه الرصد كانت جميله. بالاضافه لكده يعني يمكن في خبر شاغل الناس على مواقع التواصل، واحنا كمعهد بنقوم برصده، الا وهو المذنب الاخضر. المذنب الاخضر ده واحد من المذنبات الشهيره المكتشف حديثا، اللي الحسابات الفلكيه بتاكد ان هو بيدور دوره كل 50,000 سنه، يعني كل 50,000 سنه بيقرب من الارض. فهو كان في أقرب موقع له من الشمس يوم 12 يناير، كان على بعد 166 كيلومتر من الشمس، ومستمر في دورانه. هيقرب من الأرض يوم 1 و2 فبراير، هيكون أقرب مسافة من الأرض 42 كيلومتر. طبعا مسافة آمنة بعيدة جدا جدا، ما فيش خطورة ولا تأثير على الكرة الأرضية ولا الحياة عليها، لكن هو يعني جمال الظاهرة وده اللي خلى الفلكيين يطلقوا عليه اسم المذنب الاخضر. وبما انه مذنب يعني فيه ديل للجرم ده وهو ماشي او هو بيدور في الفلك بتاعه، نتيجه الابخره الكونيه والغازات المنبعثه منه او المصاحبه ليه، واللي هي بتتحلل لجزيئات ثاني الكربون اللي بتاخد اللون الاخضر مع اشعه الشمس. عظيم دكتور جاد، خليني اكد لحضرتك طبعا ان الظاهره دي ملهاش اي علاقه زي ما بيروج احيانا نهايه كون او علامات لخطوره او قيام ساعه او الى ذلك، هي ظاهره فلكيه. دي من الشائعات اللي الناس بترددها اليومين دول فعلا على السوشيال ميديا. طيب ليه دايما النجوم اللي لونها احمر دايما بيبقى سهل رؤيتها بالعين المجرده؟ ده سؤال كويس جدا. طبعا احنا بما ان الرصد البصري او الاوبتيكال بيكون في نطاق الاطياف الالوان مختلفه، فاللون الاحمر دايما بيكون احد الالوان المميزه للرصد الفلكي. عظيم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس مركز البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طبعا كتير من التعليقات والناس كانت بتسال بقى هل ده ليه علاقه بمواليد برج العقرب، واحنا عارفين طبعا وده يقول لك مواليد برج العقرب ملوش علاقه خالص طبعا، والناس كمان اللي بتقول انه ليه علاقه بيوم القيامه وان دي من علامات الساعه، كل ده كويس. دكتور جاد طبعا طبعا، ويمكن دكتور جاد اكد على الكلام ده.